السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة أم أماني. إن شاء الله راكم كامل بخير وبصحة جيدة. اليوم إن شاء الله راح نبدأ مع بعض سلسلة حلويات العيد، وأول وصفة راح تكون هذا الحلوى. حلوى جديدة حصريا من مطبخي، الأول مرة راح تشوفوها. حلوى محشية بعجينة تذوب في الفم وبزاف بنينة، وكلاصاج كوهمون. وأكيد راح نشارككم عدة وصفات أخرى ونحاول نلبي كل الطلبات. راح نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. بسم الله، نبدأ على بركة الله. قبل ما نعطيكم المقادير حبيت نقولكم أنه هذه الوصفة نقدر نحضرها بالكاوكاو كما نقدر نحضرها باللوز، يعني المكسرات ما تتقيدوش بنوعية المكسرات، كل أخته مقدورها. حتى نحضرها بالكاوكاو تجي بزاف بنينة، فقط تبعوا الخطوات والمقادير وإن شاء الله راح تنجحوا في تحضير الوصفة. إذا راح نحتاج إلى 250 غرام زبدة أو مارغرين تكون بحرارة المطبخ، زوج صفار بيض، زوج مغارف كبار من الجلجلان يكون محمص ومرحي، زوج مغارف كبار من بودرة الحليب تكون محمصة، زوج مغارف كبار من المكسرات تكون محمصة ومرحية. كما قلت لكم ممكن تستخدموا الكاوكاو أو اللوز، كل أخت ومقدورها. ثلاث مغارف كبار من المايزينا أو النشا، كاس غير ربع من السكر الناعم ما يعادل 80 غرام، مغرف صغيرة من لافاني، الفرينة على حسب الحاجة، كنت ضفت لها رشة من الخميرة الكيميائية. ضفت كل من المارغرين مع كمية السكر، زوج صفار بيض، لافاني، راح نخلطهم إما بالخلاط الكهربائي أو باليد حتى يذوب السكر ونتحصل على خليط كريمي يكون لونه فاتح. من بعد راح نضيف بودرة الحليب. هنا البنات بودرة الحليب راني حمصتها بزيادة، يعني غفلت عليها شوية، ثم كي تحمصوها خليو لونها يكون فاتح. هنا أضفت كمية أيضا الجلجلان وكمية المكسرات، زوج مغارف من كل نوع، وراح نكمل نخلط المكونات مع بعض حتى نتحصل على خليط كريمي بهذا القوام. راح نضيف كمية المايزينا ونجمع بالفرينة. الفرينة البنات كنت ضفت لها رشة من الخميرة الكيميائية، ما نضيفلهاش كمية كبيرة، فقط رشة من الخميرة الكيميائية، ونضيف الفرينة تدريجيا حتى نحصل على عجينة دي تكون طرية شوية، نخليها طرية شوية. كمية الفرينة حوالي 350 غرام، هذا هو قوام العجينة. راح نغطيها ونخليها ترتاح، من بعد نشكلها. بالنسبة للحشو، إذا حضرناه بالكاوكاو أو اللوز نحمصهم، راح ندخلهم للفرن على نار تكون ناقصة على 160 درجة مئوية ونخليهم يتحمصوا غير بالعقل. راح نتحصل على حشو اللي يجي بنين وفي نفس الوقت ما يجيناش يابس كي ناكلوا الحلوى. انا هنا كانت عندي كميه من الجوز، قطعته بالموس الى قطع كبيره، وكما نعرفوا ان الجوز ما لازمش نحمصه، فقط نتاكد انه الجوز اللي راح نستخدمه ما يجيش فيه الذوق المر، لانه في بعض الاحيان كي نشريو الجوز يجينا فيه هذاك الذوق المر ويخسرنا الحلوى. راح نجمع كميه المكسرات بكميه قليله من العسل، هنا ما نضيفش كميه كبيره، كميه قليله فقط، ونحرك قسمي تجمع. هذه هي البنات، ما لازمش نكثر العسل. هذه الحلوى راح نطيبها في هذا المول من السيليكون، اذا ما كانش هذا الشكل ممكن انكم تعوضوه باي مول اخر. هذا المول حجم الحبه كبير شويه، اذا استخدمنا مول اصغر راح يعطيني عدد حبات اكثر. هنا راح ناخذ كويره من العجين، في هذا المول اللي تحب توزن تستخدم كويرات بحجم 35 غرام. راح نحط كويرة العجين داخل المول ونضغط حتى ياخذ شكل المول. من بعد راح نحط كمية من الحشو، انا الحشو ما نديرش بزاف، يعني كمية قليلة، لانه اذا كثرنا الحشو من بعد كي طيب راح يخرج. راح نغلق على الحشو، نهبط العجينة على الاطراف. اذا ما تغطاش الحشو راح ناخذ كمية او كويرة صغيرة من العجين، راح نفتحها في يدي شويه وراح نغطي بها الحشو. نتاكد اني غطيته مليح، نعدلها من الفوق كما راكم تلاحظوا، لازم تكون هابطه شويه على المول هكذا كيطيب وتتنفخ، راح تجي سوا سوا مع المول. نكمل نشكل الحلوى بنفس الطريقه، ناخذ كويره من العجين نحطها داخل المول. كما قلت لكم خليو العجينه طريه شويه هكذا، راح تساعدني في الخدمه. من بعد نحاول نضغط على العجينه حتى تاخذ شكل المول، نحط كميه من الحشو
من بعد راح نغلق عليه من فوق، نتأكد أني غطيته مليح بالعجين. راح نكمل بنفس الطريقة حتى نكمل كل كمية العجين. راح ندخلها الفرن يكون مسخن مسبقا على 170 درجة مئوية. بعد ما تطيب ما لازمش نخليها تتحمر بزاف وما نخليهاش بيضة، راح نخليها تبرد لأنه هذه العجينة بزاف هشة، يعني ما نكلاصيهاش وهي سخونة، لازم تبرد. وهذا هو شكل الحلوى بعد ما طابت وبردت، هذا هو اللون اللي لازم تاخذه. راح نغلاصيها بغلاصاج غورمون. بالنسبه لغلاصاج غورمون كنت حضرته معكم في عده وصفات. راح نحتاج الى 200 غرام من الشوكولا، عملت مزيج من الشوكولا بالحليب وشوكولا سوداء، ذوبت على حمام مائي مع 3 مغارف كبار من الزيت. وراح نضيف لها كميه من المكسرات تكون محمصه ومرحيه، يعني في الخشين هكذا، من 2 مغارف حتى 3 مغارف كبار. وراح نغلاصي الحلوى بما اني حشيتها بالمكسرات، راح نغلاصيها بغلاصاج غورموني فيه كمية ايضا من المكسرات. تأكد اني غطيتها من كل الجهات. راح نحي الزائد من الشوكولا، نخبط ونحي الزائد من الشوكولا ونخليها تنشف. نكمل نغلاصي الحلوى بنفس الطريقة. هنا بالنسبة للتزيين كنت زينتها بكمية من شوش الورد والورقة الذهبية، يعني التزيين اختياري، ممكن اني نكتفي فقط بهذا الشكل يعني وهذه المرحلة. راح نخليها تنشف وراح نشوفها في صحن التقديم. هذا هو الشكل النهائي للحلوى بعد ما نشفت الشوكولا. راح نحصل على حلوى بزاف بنينة، كان طريق تحضيرها سهلة بما اني حضرتها في مول السيليكون، يعني ما تاخذش بزاف الوقت. هنا راح نقسم لكم حبة حتى تشوفوا شكلها من الداخل كالعادة، راني نقسم بها فيها غير بالعقل لانه العجينه بزاف هشه، مانيش حبتها تتقسم. هذا هو شكلها من الداخل. كما قلت لكم البنات العجينه هذه بزاف بنينه وتذوب في الفم. بالنسبه لي الكميه، هذه الكميه تعطيكم 22 حتى 25 حبه في هذا المول، اذا استخدمتم مول اقل راح تعطيكم اكيد كميه اكبر. اتمنى البنات انه الوصفه تاع اليوم عجبتكم، تجربوها ان شاء الله وتنجحوا فيها وتشاركوني تطبيقاتكم. ما بقى لي غير نقول لكم الى اللقاء، نلتقي ان شاء الله في وصفه جديده وفيديو جديد باذن الله.